مرحبا، في هذا الفيديو سوف تتعلمون المزيد عن برامج الدراسة في كايرون. في الوقت الراهن كايرون تقدم 5 مسارات دراسية: الأعمال التجارية والاقتصاد، علوم الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية، والعلوم السياسية والعمل الاجتماعي. وعلاوة على ذلك تقدم كايرون مجموعة من الدورات التحضيرية التي توفر لك الكفاءات الأساسية اللازمة وأدوات مناسبة لمتابعة دراستك بنجاح في كايرون وبعد ذلك في الجامعة. على عكس الجامعة الحقيقية، يمكنك بسهولة تغيير المسار الدراسي الخاص بك إذا كان لديك شعور بأن كنت أخذت خيارا خاطئا أو ترغب في التحقق ما إذا كان موضوع آخر يناسبك أكثر من ذلك. ومع ذلك يتوجب عليك أن تقرر بفترة زمنية محدودة المسار النهائي الذي ترغب باتخاذه، وإلا فإن الوحدات الدراسية التي تكون قد ممتها في مسار غير مسارك الفعلي لن يعترف بها من قبل الجامعة الحقيقية عند الانتقال. مسارات الدراسة في كايرون نمطية وتم تنظيمها بطريقة تضمن التوافق مع البرامج في الجامعات الفعلية، وبهذه الطريقة كايرون تضمن أيضا أعلى معدل اعتراف ممكن عند الانتقال إلى الجامعة الفعلية. بينما أنت حر في اتخاذ أي موك دورة تريد، يرجى أن تضع في اعتبارك أن الموكس خارج برامج الدراسة في كايرون ليست معتمدة من قبل كايرون، وأن كايرون لا تتفاوض على الاعتراف على تلك الموكس مع الجامعات.